حضرتك يعني عطتنا مؤشرات كده، دايما يقول لك في الاقتصاد في مؤشرات لنجاح الخطه. نعم. هل كل ما ذكرته او ذكرته سالفا فضل الدكتور هو مؤشرات لانفراج الازمه مهما اشتدت؟ لان لازم الازمه تشتد جدا، لانك انت بتواجه مؤامرات كتيره على مستوى الخارج، وفي مشاكل على مستوى الداخل، في ازمات مفتعله من البعض. هل دي مؤشرات عشان نستقبل الايام اللي جايه بعمل، عشان هي دي الحل الوحيد لهذه الازمات كلها؟ طبعا دي مؤشرات جيده. ايوه. ونحتاج الى كثير من مؤشرات في هذا الصدد. حضرتك الازمه يعني ايه بس عشان نعرف يعني ايه؟ في تعريفها طبعا كلمه ازمه ما وردتش في الكتاب والسنه بهذه الطريقه، او ما وردتش بهذا اللفظ ازمه، وانما كلمه زمزم. سميها زمزم ليه؟ لانك بتجمع الميه ناحيتك، فكان الازمه متاخده من التجميع، بس التجميع الضيق، كانك تضيق الامور على صدر الانسان فلا يتحملها فتسبب ازمه. فمن هي سميت ازمه. يعني ايه؟ يعني تضيق عليه نفسه، النفس اللي بيخرجه بتضيقه، بيقول لك ده عنده ازمه قلبيه او ازمه تنفسيه. من ايه؟ من كده. يعني اذا كان الشريان الذي يمدك بالحياه او يمدك بالعطاء يضيق لدرجة ان انت مش قادر او بتعيش بمشقة، دي اسمها ازمة، ده تصوير بس. لذلك الاقتصاد او غيره عندما يحدث في اي بلد مثل مصر او شيء، يحدث ضيق في بعض الشيء، في الغلاء، غلاء الاسعار او مشكلات او بتاع، بيحصل ان الشعب او كل الدولة، شعب وحكومة وكله، عشان الناس ما تظنش بس ان هم يبقوا في ازمة، ده المسؤول بيبقى في ازمة اكتر، عشان هو عليه ان هو يحل الازمة. الشعب عليه معلوش حاجة، له أن تحل الأزمة. الدولة عليها أن تحل الأزمة، ولكن إحنا بقى في العصر الحديث بنقول دي دايرة واحدة، أيها الشعب وأنا منهم، علينا أن تحل لنا الأزمة وأن نكون سببا في حل الأزمة. يعني شركاء التنمية، لازم شركاء التنمية. كلام جميل. يبقى الأزمة هنا حضرتك بالمعنى ده، ودي عندنا في القرآن بقى ما تسميتش أزمة. المهم ساعة الأزمات بنحتاج لبعض الأشياء، اهمها في منظورنا احنا بقى الرجوع الى الله عز وجل. هو في ايه؟ انا شايف وبقول لحضرتك اهو، السبب الحقيقي في وجود هذه الازمات من اول ما حصلت الى الان، السبب الاصيل اختلال تطبيق مفهوم الاخلاق، منظومة الاخلاق والقيم.